القارئ عبد الناصر سعد حركة الأكثر شعبية حول العالم الإسلامي، سافر إلى 46 دولة حول العالم، ويعد ثاني أكبر قارئ في مصر. سافر العديد من الدول العالم بعد الدكتور أحمد نعينع. سافر إلى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا واستراليا والعراق وإيران واندونيسيا وبنغلاديش والهند، وهذه المرة الثانية بالإقليم يأتي الشيخ والعديد من دول العالم. المحكم الدولي في المسابقات العالمية، وهو الملقب بملك المقامات. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.